الاسود حلو، ففي حاجات كتيرة حلوة برضه. فالباندا حلو معانا، ولاد خداش وارزف زي ما قلنا 21 يوم. ولاد خداش وارزف، خداش وارزف طول عمرهم اتجوزوا كده، دي تالت خلفة بسم الله ما شاء الله، هي من احلى الجراوي اللي لينا بره في السوق، ولذلك قررنا ان احنا نكرر الخلفة دي تاني. عايز اعرفكم على هو ده، هو ده لا ده ده يو خداش اسرت هاوس وانجر اسرت هاوس. يو خداش هيكمل مع فولكانو، هيبقى هما الاثنين الستارت اب بتوعنا باذن الله الرحمن الرحيم. واللي عايز يحجز من الولاد دي، الخلفه دي فيها ولاد وفيها بنات، يكلم مطر، علشان فعلا يا جماعه والله انا ما حابب ان انا اطلع تم حجز فعلا كلاب لبره مصر، وانا مش حابب اطلع الاختيارات الاولى كلها بره مصر، علشان كده انا قررت اخلي خداش صغير معانا في البريدك باذن الله، وان شاء الله بعد سنه تتفرجوا على خداش وتقولوا لي رايكم. كلموا مطر ومستني تليفونكم، شوفوا الحلقه الجايه.